تابعي طقس العرب في الأردن، أسعد الله صباحكم بكل خير. يسود اليوم طقس غائم جزء مع احتمال زخات رعدية من الأمطار في العاصمة عمان مع 30 درجة مئوية، الملموسة 28 ورطوبة 56%، أما الرياح تكون معتدلة السرعة. تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة لباقي مناطق المملكة لنهار اليوم، تتأثر المملكة بحالة ضعيفة من عدم الاستقرار الجوي، هناك فرصة لزخات رعدية من الأمطار في كل من إربد والمفرق وجرش وعجلون. إربد تسجل 30 إلى 19، المفرق 32 إلى 20، جرش 31 إلى 20، أما عجلون 27 إلى 18. المنطقة الوسطى البلقاء 30 إلى 20، نفس الحرارة في العاصمة عمان، الزرقاء 32 إلى 21، مأدبة 31 إلى 18، والبحر الميت 36 إلى 24. المنطقة الجنوبية الكرك 27 إلى 17، طفيلة 27 إلى 18، الشوبك 25 إلى 18، ومعان 32 إلى 19، أما العقبة 37 إلى 23. المنطقة الشرقية رويشد 34 إلى 22، الصفاوي 36 إلى 22، ونفس الحرارة في الأزرق. كان هذا كل ما لدينا لحد الآن، إلى اللقاء.